أراك عزيزي برج العذراء، أراك في توازن. نعم أراك في توازن. الله، يعني جوج وجوج، يعني نعم، يعني هذه تعني أنها نعم، يعني ما أقوله هو نعم، يعني صحيح، يعني تؤكد وتصر. هاتين يعني هاد جوج ديال الكارتات. أراك عزيزي برج العذراء في توازن، تقود حياتك وتسيطر على حياتك بطريقة حكيمة ومستقرة. الله، على كارت زوين بزاف. او مون دي، زوين زوين بزاف. تشير هذه الكارت إلى نهاية سليمة لمرحلة مرض روحاني. نعم، مرض روحاني. أرى عزيزي أنك تألمت لدرجة أنك حتى فكرت في، أنت لم تفعل شيئا. إن أرى كارت إيجابية، وأرى طاقة إنسان طيب. يعني أنت عزيزي برج العذراء، مهما يعني، حتى وإن كنت يعني أساء إليك، واخا، لكن فكرت يوما ما في فعل أي شيء للإساءة إلى ذلك الشخص الذي أساء إليك، يعني فكرت بالانتقام، لكنك طيب وحكيم عزيزي، لم تفعل أي شيء. وإيمان الآن تقول لكم، الله يخليكم، لا ترسلوا لهذا الشخص الذي أساء إليكم طاقات سلبية، لا ترسلوا أبدا طاقات سلبية، خليه يرحل في سلام وليعيش حياته في سلام، حتى وإن كان إبليس، حتى وإن كان شيطان، سامحيه، سامحها يا أخي، الله يخليكم. واخا، هذا الإنسان الذي أساء إلينا عاطفيا، أرسل له، بالعكس أرسل له الحب. نعم، أرسل له الحب، فأنت في الحقيقة ترسل هذا لنفسك. إذا لنتابع. أنت أراك أنك قوي، أراك أنك قوي، ولا تخاف، لا تخاف، يعني أراك قوي جدا ولا تخاف، وأن هناك تصالح مع هذا الشخص، هذا الشخص الذي أساء إليك، هناك تصالح، لكن على طريقتك أنت. هذا الشخص سيعترف أنه نادم، عفوا، سيعترف أنك كنت على صواب وأنك كنت محقا، هذا ما سيقوله هذا الشخص. يعني حتى وإن لم يقل ذلك بالكلام، لكنه نادم، هو نادم هذا الشخص، ويعرف أنه أساء إليك. هذا الكارت تقول أنك لا يهمك أي شيء. ماذا أعني بذلك؟ أنك يعني بعد هذه التجربة، هذه التجربة تعني يعني تجربة قاسية، لكن ماتت، انتهت، صافي، فضينا. نعم، لكن أحيانا أنت يعني تحضر الماضي إلى عقلك، وما زلت يعني ما زلت يعني تفكر في الماضي، و يعني هناك القليل من المعاناة، لكن الطاقة التي أراها هي التوازن، السلام لديك، أنت في سلام. جميل، هذا الكارت كتقول لك أنك يعني في سلام، وإذا لم تكن فأنت تبحث عنه رغم كل هذا الجرح الكبير. هذه كارت التصالح، أنت يعني سامحته. واخا، إذا قلنا أنك تعيش حياتك، لا يهمك أي شيء، يعني بعد هذه التجربة تفعل ما تشاء، تحس أنك حر. وماذا أقصد بحر؟ ليس أن تخرج عاريا وترقص في الشارع عاريا، لا، بل أنك كنت مقيدا روحيا، والآن أنت يعني كنت مقيدا عاطفيا لهذا الشخص، يعني بطريقة غير سليمة ومؤذية، والآن أنت يعني بفضل هذا السماح، يعني بفضل هذه الحكمة، وسامحت هذا الإنسان، أنت تحررت من ذلك الألم ومن كل ما كان يسيء إليك. إذا أرى من جديد طاقة إيجابية، طاقة إيجابية. هذا المجنون يقول بأن، يعني يصر المجنون يقول أنك تفعل ما شئت، وأن ذلك الشخص هذا، يعني لنكون، يعني أنا أتكلم عن برج العذراء، الرجل والمرأة، برج العذراء الرجل، تلك المرأة يعني
كانت تفعل ما تشاء. هذا الكرت يتكلم، هذا الكرت أولا هو كرت العذراء، قد يتكلم عنك أو ذلك الشخص هو كذلك عذراء. وهذا الكرت تقول أن نعم، يعني أنت عذراء وذلك الشخص كذلك عذراء. أرى هذا الشخص هو طاقة ترابية، واخا. إذا لنواصل، لذلك يعني قد يكون هو كذلك عذراء، من برج العذراء. إذا برج العذراء الرجل، يعني سنتكلم عن المرأة، وخلي برج العذراء الرجل. هذه المرأة يعني كانت تفعل ما تشاء، نعم، وتعيش حياتها كما يحلو لها ولا تفكر في الآخرين. ونفس الشيء برج العذراء المرأة، هذا الرجل كان يفعل ما يحلو له، يعني الرجل الذي تسألين عنه، يعني الحبيب الذي أساء إليك. نتمنى يعني يكون كل شيء واضح، لأني يعني تطلبون مني أن أشرح، يعني هل تتكلمين عن المرأة أو عن الرجل؟ لذلك أنا أعيد نفس الشيء لتفهموا، واخا. يعني هذا الشخص الذي تسأل عن هذا الحبيب الذي أساء إليك، كان امرأة أو رجل، لأني أتكلم عن المرأة والرجل، لذلك كان يفعل ما يشاء ولا يفكر في الآخرين ولا يفكر فيك. هذا كرت العذراء، أعيد، قد يكون هو برج العذراء كذلك، وكان يفعل ما يريد، يعني يعني لا يفكر في الآخرين. لكن أنت الآن كذلك تفعل ما تشاء. أرى هنا كارت المجنون أنك عفوي، لا تخطط حياتك، لكن بطريقة حكيمة وبطريقة يعني متوازنة. هذا أنت، وفي نفس الوقت الآخر الذي أساء إليك. أتمنى أن يكون هذا واضح، لأنها كارت مهمة جدا. أنت تعيش حياتك في تفاؤل، في تفاؤل، تزرع يعني تفاؤل في حياتك وحكمة كبيرة، يعني وأنت في سلام، بفضل هذا أنت في سلام. قلنا أنه هو يعترف أنه مخطئ وأساء إليك. هذا الرجل ربما كان هناك طرف آخر أو أكثر، لأنه يعني امرأة، عفوا، رجل، يعني نحل يطير من وردة لوردة، نعم. وفي حالة المرأة، يعني البرج العذراء الرجل، يعني هذه المرأة التي أساءت إليك هي امرأة سوبرفيسيال، يعني سطحية، مادية، استهلاكية. وبالنسبة لي يعني الرجل، يعني الرجل الذي أساء إليك، أنا أتكلم الآن مع برج العذراء المرأة، هذا الرجل كان يهتم يعني في ربما في تضخيم العضلات في الجيم، ولا يفكر في تطوير الروح في سماء العواطف. وهذه المرأة كذلك، يعني كانت، أنا أتكلم عن الشخص الذي أساء إليكم، هذه المرأة كذلك يعني سطحية، سوبرفيسيال، يعني لا نحكم على الناس، لا نحكم على الناس، كل واحد يعني يعيش في مستوى نموه الروحاني، ويجب أن يعني أن نحترم الناس، أنا لا أحكم. إذا أنا أتكلم يعني عن طاقة هذا الإنسان الذي أساء إليك، هذا الرجل أو هذه المرأة. لكن أرى هذه الكارت يقول لك أنت، يعني أنت من حين لآخر تفكر في هذا الرجل، تفكر يعني ليس في الرجل، تفكر في يعني في ما مضى، يعني تحزن قليلا. هذا عادي، لأنك عشت يعني مع هذا الرجل يعني علاقة حب، وأحيانا تفكر، لكن توازنك يعيدك من جديد، يعيدك من جديد إلى يعني إلى حياتك المتفائلة. إذا هذا الكارت تقول أن ستكون هناك علاقة صداقة بينك وبين هذا الشخص، يعني علاقة سليمة بفضل حكمتك، لأنه في الحقيقة هو في الحقيقة يحبك، هذه هي الحقيقة، هو يحبك لكن أساء إليك، وأنت تعرف أنه لن يتغير، وهو لم ينضج بعد روحانيا، لم ينضج، وأنت يعني في مستوى آخر روحاني. وقلنا هو ما زال يحبك هذا الشخص، لكن لن يتغير، نعم. وهذه هي كرت الصداقة، يعني ستبقى العلاقة علاقة سليمة،
واخا. إذن لنواصل. قلنا أنه سيعترف أنه مخطئ وأنه أساء إليك، والآن نحن أصدقاء، واخا. لكن لنتكلم الآن عن ما هو، ماذا سيأتيه. هذه كارت العشاق، الحب. أرى عزيزي برج العذراء حب جديد، قد يكون ترابي كذلك أو ناري، يصل إلى حياتك. لذلك أنا أقول يعني هذه القراءات للكل، لمن ليس لديه حبيب فسيصلك حبيب من طاقته ترابية أو نارية، واخا. وأرى أنه شخص، يعني شخص ملتزم، شخص مخلص، شخص هذا هو يعني ناري، طاقة نارية أو طاقة ترابية كذلك، واخا. شخص، عفوا، هو الإنسان الذي حلمت به طوال حياتك مهما كانت ظروفك وسنك، لأني قرأت تعليق جميل، هناك امرأة يعني من سن أمي، يعني في الخمسينات، ما أجملها، يعني تقول أنها يعني لقت الحب، توأم روحها بعد طلاق، بعد أولاد. لذلك أقول لكم لا تفقدوا الأمل أبدا أبدا أبدا، فلا نعرف أبدا متى سيصل توأم روحنا، لا نعرف أبدا متى سيصل، في العشرينات أو في الخمسينات أو في الثمانينات، لا يجب أن نستسلم أبدا للحب. مهم، عجبني بزاف الكومنتير ديال تلك السيدة، أنا سعيدة جدا من أجلها، يعني وهي تقول أنها تحس كما أنها مراهقة، هذا جميل، الحب جميل يا ناس. مهم، لنواصل. إذا قلنا أنه سيصل إنسان حكيم لحياتك، سيسعدك، أنا أرى سعادة، وفي الأخير كارت التفاؤل والسعادة، هذه الكارت التي سنختم بها القراءة. لكن من حين لآخر عزيزي، عزيزي وحبيبي برج العذراء، أنت تفكر في ذلك الألم، لا تفكر، انسى، سامحه، أي سامح، وعيش حياتك فهي جميلة، وستصلك طاقات جميلة إلى حياتك، لذلك انسى الماضي أرجوك. هذه الكارت جميلة جدا، يعني كارت القوة، أنت قوي وقريب من الله، وهذا بما أنك قريب من الله فأنت تحس بأنك قوي، لذلك يعني لا تفقد إيمانك. هذه هي القراءة اليوم، لنواصل. وفيما يخص هذا الإنسان، قلنا يعني مهما كان تافها هذا الإنسان أو سيئا أو أساء إلينا، أنا أعيد وسأعيد ذلك لأنكم طيبين وستفهمون ما أقوله، يجب أن نحترم مستوى وعيه الروحاني، هذا الإنسان الذي أساء إلينا. سقراط يقول أن الجهل هو من يجعل الإنسان يتصرف بطريقة غير حكيمة، وأن لا وجود للشر في الحقيقة، لأن روح الإنسان هي نور. هذا كلام إيمان. روح الإنسان هي نور، وسقراط يقول أن لا وجود للشر، فقط هو جهل، هو الجهل الذي يجعلنا نتصرف بطريقة غبية وسيئة، وسبب الشر هو الجهل. وإيمان تقول لكم أن الإنسان نور مهما كان، حتى إبليس، حتى الشيطان، هو في الحقيقة هو أصلا الشيطان، هو يعني خلقه الله ملائكة، إيه ولا لا؟ يعني هو ملاك الشيطان، لكنه يعني لم يفعل يعني ما أمره الله به، واخا، يعني لكنه هو في الحقيقة ملاك الشيطان. لذلك تتصور الإنسان، يعني الإنسان رقيق، الإنسان يعني حالته الطبيعية، يعني كيف عندما نولد، كيف نولد؟ يعني رقة ولطافة وحساسية، نبكي، نضحك، هذا هو، هذه هي طبيعة الإنسان، لكن عندما نكبر نصير نصبح أغبياء وننسى هذا النور الذي يعني وضعه الله في قلوبنا وأرواحنا. كفى من الكلام يا إيمان، لنواصل مع رسالة الملائكة، لأني غادي نبدا نهضر وغادي نبدا نعاود النكات يكفي. إذن تقول الكارت، كارت الملائكة، قوة الأرض، قوة الأرض، يعني أنت عزيزي برج العذراء ترابي، يعني رجلك أو قدميك على الأرض، أنت ثابت،
يعني التوازن والحكمة الذي تكلمنا عليه من قبل، وبفضل علمك، نعم، وبفضل هذه الحكمة أنت يعني ستعرف أين تضع رجلك، يعني في كل خطوة ستعرف أين يعني تمشي، في أي طريق أنت تمشي. الحكمة، كرت الحكمة، يعني العلم نور والجهل نار، يعني ما قاله سقراط صحيح، يعني بفضل علمك الروحاني أنت يعني أنت حكيم وتتصرف بحكمة. وليزيدك الله حكمة، وليزيدنا كلنا. وليفوليسيون يعني التطور، أنت يعني هذا التوازن الذي أنت فيه أو ستصله قريبا يا رب إن شاء الله، لتصلكم هذه الطاقات وتبرأوا كلكم ويصلكم هذا الشفاء الروحاني الذي قرأته في القراءة. التطور الروحاني هو النمو والنضج الروحي لكي نصل إلى النور، نعم، إلى النور الذي خلقه الله في قلوبنا وفي أرواحنا. عفوا، كل إنسان، يعني في كل إنسان، في كل قلوب الإنسان، لكن الكثير لا يعلم للأسف الشديد أن في قلبه نور وأنه نور وملاك، للأسف الشديد. لكن رغم هذا أنا دائما أقول لكم لا تفقدوا الإيمان، لا تفقد التفاؤل، وكونوا إيجابيين يا رب العالمين أرجوكم. وكانت هذه القراءة قراءة جميلة يعني مزيانة، والله يخليكم. إذا لم تصلكم هذه الطاقات التي قرأتها، عودوا بعد أسبوع أو أسبوعين واستمعوا للفيديو أرجوكم، لتصلوا إلى هذه الطاقة، لأنها طاقتك عزيزي برج العذراء. قراءة جميلة، هنيئا لكم، وأنا سعيدة جدا، وسأقوم بتحميل كل الأبراج يعني بهدوء يعني بشوية، أنا سأقوم بتحميل كل الأبراج. واخا كنشكركم بزاف، شكرا لكم، شكرا على حبكم، وأتمنى لكم الخير والله يحفظكم. و يعني كنتمنى لكم دائما 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 الخير، يعني ما نقدرش يعني نقطع هكا بسلامة. لابد أن أضيف شيء، يعني لابد، يعني البارح ما نعسش، لم انام، لاني بقيت يعني كنهضر حتى بوحدي، وكان يعني بكيت شيئا ما لاني اعاني معكم. لكن اتمنى يعني اطلب من الله، ليت يعني بيدي مسحوق سحري ارميه لاسعاد كل الناس في هذا العالم، لكن للاسف الشديد ما انا الا بشر، كما يقول عبد الوهاب الدكالي، أما أنا إلا بشر، عندي قلب ونظر، وإيمان ما لدي هو قلب وكلام. وأتمنى يعني أن يساعدكم هذا الكلام ولو قليلا، الله يخليكم، يعني استمعوا لي وكونوا الله يخليكم إيجابيين، ويعني واستمعوا للموسيقى، الله يخليكم، استمعوا للموسيقى. أنا تربيت يعني في بيت أبي كان يحب ما زال يحب الموسيقى، لكن هاني يعني في الخمسينات يصلي والحديث ليل نهار، وأمي كذلك، يعني أنا تربيت كثيرا في الموسيقى، لذلك يعني من حين لآخر أقول يعني أغنية كذا عبد الوهاب دكالي أغنية جميلة، والبارح تلك الأغنية الجزائرية يعني حبيت أن أكمل معك كذلك، جميلة جدا، لأن موسيقى اليوم، يا ربي على موسيقى اليوم، لنعود للموسيقى الماضية الجميلة، يعني موسيقى الحب. والآن سأنتهي، كفى من الكلام يا إيمان أرجوك، شكرا لكم، الله يحفظكم يا رب الحبيب، الله يحفظكم.